تعرفون وش الفرق بين الرؤية والحلم؟ الكل ممكن يحلم، بس مو الكل يقدر يشوف. إننا نقدر نكون شايفين على مد البصر، مو بس حاسين، لكن أيضاً متأكدين إننا راح نوصل. ما كنا مصدقين كل اللي حصل ويحصل، وبكل فخر كانت الكلمة الجريئة. أبنائنا وبناتنا المواطنين والمواطنات، العمل مع لتحقيق هذه الرؤية الطموحة. من هنا، من مكاننا، من قوتنا، من موقعنا واقتصادنا، راح نحافظ على تاريخنا ونزيد عليه. لأن الريادة ما هي مجرد كلمة، تحدي لها ولك ولنا. نصعد فوق فوق كل الحدود. بسم الله على بركة الله، حمد فوق فوق الأرض. وما في شيء يوقفنا، وما في شيء نخاف منه ونخبيه. في عز الأزمات، بالأرقام والحسابات، كنا قدها وبنبقى قدها، لأننا نعيش بين شعب جبار وعظيم. الرؤية يعني بشاير، وظهرت بشايرها من 5 سنين. عالم ما له أول من آخر بنضمه لنا. هذه مملكة عربية سعودية جديدة. فخر لكل واحد أن يكون الكل في واحد. الرؤية نور، وكل نور راح يوصلنا لنور. ما بقى كثير قربنا نوصل. لحظة ما تكون يدنا واحدة، رؤيتنا راح تتحقق. نسأل الله أن يكلل جهودنا بالتوفيق لتحقيق طلعات ملك عظيم لشعب عظيم يسكن وطنا عظيما اسمه المملكة العربية السعودية. هي لنا دار 2030، هذه رؤيتنا.